السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بخير وسلم متابعين غاليين. هايلوكس 2018 بريمي دبل، طبعا ما تغير شيء من برا إلا الخط، لكن التغيير الكويس واللي كثير من الناس يبونه اللي هو أضافوا عليها دوفلوك ومثبت سرعة، وراح أصورها لكم من داخل. وهو أهم شيء الدوفلوك، لأن كثير من الناس يبي الدوفلوك. طبعا بالنسبة للستة سلندر إلى حد الآن ما وصلت، وراح أول ما توصل بإذن الله راح أصورها لكم. النور بدون محسسات أمامية، كشف الضباب، الجنط 17 ألمنيوم طبعا، ودواسة فيبر، ومقابض الباب نيكل، وشارب مراية، وعندك يا طول العمر أصورها لكم الحين من داخل. الله أكبر، ما فيها لا حساسات لا قدام ولا وراء. جي ال اكس فيها كاميرا، هذا شكله من تحت، دفلنس طبعا، باقي كله نفس ما هو، ما تغير شيء ابد. وهذه صرفية الوقود، يمشيك اللتر 9 كيلو، طبعا الجير 6 نمر. حجم الماكينة 2700. طبعا مثل ما انتم عارفين بعد ال 17 صار فيها، من يوم من 2017 صار فيها حساس ضغط هواء كفرات ونظام الثبات وزر فاصل مع انزلاق زايد رباقين امامية. شوف صراحة اللي ينقصها اللي هو تلبيسه حقت الحوض والحساسات الخلفية، بس أشوف إنها أمرها سهل تقدر تسويه، إلا عاد الحساسات. هو صراحة أنا أشوف الحساسات صارت بسيارات شيء مهم، خاصة إن صارت دفع رباعي ولا سيارة بحجم الهايلوكس ضروري يصير فيها حساسات، فبعض الموردين زي سعودي زي هذول يصير فيها حساسات. هذا جنط 17. شغل لكم النور، طبعا النور هو نفس اللي قبل ما تغير نفسه، هذه الإشارة، الواطي، وهذا كشاف الضباب اللي تحت والعالي والواطي، النور نفسه ما تغير. بوريكم اسطبات الخلفية، هذه اسطبات الخلفية. شيل رجلك عن الفرامل، فرامل، اضغط فرامل، يا حليلك يا الهلي. وهذه لمبة الريو، شوفوا بس لمبة هنا الجهة اليمين، عقبال ان شاء الله ما تصير اسطبات ال اي دي. ها طيب بوريكم احنا الداخل، هذا مفتاح، هلا والله، هو يبص مكان، يا سلام بعد. وعندك هنا ازرار النوافذ، الاوتو اللي هو حق السواق، وكرسي يدوي زي اللي قبل، وهذه السياره من داخل. جاك تخشيب هنا لونه فضي، وفي سماعة، وعندك يا طول العمر شكل فليش ربو شيء، هذا فتحة التكييف داخلية نفسها كلها ما تغير، حساس ضغط الكفرات، يفتح التانك، يفتح الكبوت، مراتب مخمر باللون الأحمر، والتكاية هذه بالنص، والسقف رمادي. احنا نركب السيارة سوا الحين، بشغلكم السيارة. هذه اللي معنا جير عادي، فيها هذا مثبت السرعة اللي ضافوها الجديد، وعندك ازرار التحكم اللي هو بالشاشة، وازرار التحكم بشاشة منصة المعلومات. الحين بشغلها لكم، دقيقة، مفتاح طبعا، زعج 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 زعج. طيب نقول بسم الله، مفتاح طبعا، السعودي دايم يجي بصمة، نقول بسم الله،
أعيد لك مرة ثانية. يلا داس فرامل، أنا مفروض داس كلتش. وهذه الشاشة أبغى أوريكم الدفلك الحين، ولا يهمكم. هذه الشاشة صغيرة، أتوقع يمكن حجمها 6. أوريكم الكاميرا، هذه كاميرا. الجي بي اس، والله ما أدري هل به جي بي اس ولا لا. خل أوريكم الدفلك، هذا زر الدفلك، شوفوا. طبعا دايم اذا جاك الاكس تحت على الدفرنس اللي ورا بسياره تويوتا، انا اتكلم اذا جاك الاكس على الدفرنس اللي ورا هذا معناه دفلك، اذا جاء الاكس بالنص هذا معناه دبل خفيف. طبعا هذا الزر فاصل مع الانزلاق، وعندك هذا الدبل، هذا اذا هو الزر هنا الفرار صار على الاتش 2 يعني دفع خلفي انه ما اشتغل الدبل، وهذا الدبل الخفيف اتش 4، وهذا ال 4 هذا الدبل الثقيل. طبعا المكيف الكتروني عندك، وهذا زر فاصل اللي هو مانع انزلاق، والمكيف مو مستقل طبعا للسواق والراكب، وجير عادي. الجير عادي يجي 5 سرعات، والجير اوتوماتيك يجي 6 سرعات. وهذه وضعية القيادة، المود والايكو والباور. وعندنا اللي هو التخشيب، هذا اللي جايك على الجنب، وتخشيب بيانو بلاك اللي على ازرار حقات النوافذ. وهنا اللي هو شو اسمه بيت النظاره، والاضاءه لونها بالاصفر، واضاءه ثانيه بعد بالسقف لونها بالاصفر. وهنا حامل اكواب ومساحه تخزين، هنا درج تخزين. وهنا اوريكم درج، هذا فيه تهويه، تشوفون الفتحه اللي هناك، وهذا الدرج العادي في الكتيب حق السيارة وأغراض السيارة كلها. الحين أوريكم اللي ورا، قضينا من هنا، شوفوا الحين هذا الدركسون مثبت السرعة، اللي ضافوه من داخل اللي هو مثبت السرعة والدفلك. بنوريكم الحين اللي ورا، وهذه من ورا السيارة نفس اللي قبل، ما في اي شيء. فتحات التكييف عندك 2، وفي تكايه بالنص، محامل اكواب. بريمي سعرهم طبعا بتاريخ اليوم، الجير عادي 113 والجير اوتوماتيك 117. الجير عادي 113، ها 113 500، والاوتوماتيك 117. طبعا الاسعار ممكن تتغير، لان اليوم احنا مصورين بتاريخ اليوم كم التاريخ هجري؟ اليوم تاريخ هجري 6 محرم، ممكن تتغير الاسعار عاد ما ندري. وبوريكم الحين الاوتوماتيك، بس قبل اروح الاوتوماتيك خل اوريكم الكبوت. هذه دعاسة دواسة طبعا فيبر، وهذه الماكينة 4 سلندر. الحين بصور لكم التوماتيك، هذا التوماتيك طبعا شكله من برا نفسه كله من داخل، بس اغير اوتوماتيك صوروا لكم الحين. نفس الجير العادي نفسه، هذه 18 بس للاسف ما فيها دفلك ولا فيها مثبت سرعه مثل الجير العادي. الجير العادي فيها دفلك وفيها مثبت سرعه، شوفوا ما فيها دفلك، وش السبب ما ادري عاد، ولا فيها مثبت سرعه بعد. والشاشة تختلف طبعا، وشوفوا مكان حق حامل الكواب بعد هنا يختلف. وهذا الجير العادي هذا شكله من داخل،
طبعا مثل ما قلت لكم ما فيها لا دفلك ولا مثبت سرعة، بس غير عادي. هذه الشاشة أوريكم الحين، وهذه الكاميرا شاشتها أكبر من شاشة حقت الجير عادي. المفروض هنا الزر حق الدفلك. الباقي كله نفس اللي قبل شوي صورناه. بس إنه هذه ليش ما جت دفلك ما أدري. إن شاء الله أعطيكم خبر تحت بالتعليقات. هذا من وراء الباقي نفس ما هو فيها فتحة تكييف وتكاية بالنص. من وراء نفس الجير هذه.